انطلقت اليوم أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا الأوكراني في وجهتها إلى اسطنبول أولاً بعد توقف في صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي خلال شهر فبراير الماضي. وبحسب بيان الأمم المتحدة فإن السفينة تحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة. ومن جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني أن اليوم يوم انفراج بالنسبة للعالم وخاصة بالنسبة لدول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وانطلقت مشاهدين هذه السفينة بموجب الاتفاق الروسي الأوكراني الذي تم توقيعه في تركيا بوساطة أممية. وحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية فإن سفينة الشحن التي ترفع علم سيراليون محملة بالذرة وفي وجهتها إلى ميناء اسطنبول أولا ليتم تفتيشها قبل أن تصل إلى لبنان. ومن المتوقع أن تغادر سفن أخرى موانئ أوكرانيا عبر الممرات الآمنة تماشيا مع الاتفاقات الموقعة. نبقى في أوكرانيا مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تسلمها أربعة أنظمة صواريخ جديدة من نوع هيمارس الأمريكية، فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن صرف نصف مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا، وأعلنت عن دفعة مماثلة غدا. من جهتها أشارت الاستخبارات البريطانية أن روسيا حققت تقدما بطيئا في باخموت، فيما تغير موسكو خططها الهجومية في دونباس بعد فشلها في تحقيق أي تقدم، حيث تعيد توزيع قواتها من إقليم دونباس إلى الجنوب الأوكراني. وبدورها مشاهدينا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت منظومتي هيمارس بعيدة المدى في موقع صناعي في خاركيف، كما تم استهداف معدات لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن بالقرب من أوديسا على البحر الأسود. أعلن الكرملين أنه من الصعب استمرار توريد الغاز الروسي إلى أوروبا في ظل استمرار العقوبات على موسكو، مؤكدا أن خط نورد ستريم 1 أو 1 للغاز يحتاج لإصلاحات والعقوبات تمنع الحصول على قطع غيار.